الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، صلى الله وسلم وبارك عليه وزاده فضلا وشرفا لدي. مع المحاضرة الأخيرة بإذن الله تبارك وتعالى في دورة القضايا المعاصرة أو نوازل العبادات. نوازل العبادات. وتحدثنا يعني في الدورات في المحاضرات السابقة عن مقدمة حول فقه النوازل، وكيف يتعامل المسلم أو كيف يتعامل الفقيه مع النازلة، وكيف يصل إلى الحكم الشرعي فيها، وما هي الضوابط التي يجب أن يفهمها حتى يصل بإذن الله تعالى إلى الحكم الشرعي الصحيح. ثم انطلقنا بعد ذلك في بعض نوازل الطهارة مثل تحلية مياه الصرف وتأخير زمن الحيض بالنسبة للمرأة، و يعني الأعضاء الصناعية البديلة وكيف نتعامل معها من ناحية الطهارة يعني. بعد ذلك انتقلنا إلى الصلاة، نوازل الصلاة وما يتعلق بالأذان والصلاة في الطائرة وتحديد أوقات الصلاة لأهل القطبين أو المناطق الشمالية التي يعني يطول فيها الليل أو يطول فيها النهار. انتهينا من هذا، ثم تحدثنا عن ما يتعلق بالصيام في لا أتحدث عنه إن شاء الله. أخذنا مقدمة عن الزكاة، والآن نتحدث عن موضوع هام جدا جدا في نوازل الزكاة والتي نحن في حاجة إليها، يعني طلاب العلم في حاجة إليها، لأن كثيرا ما نسأل أو ما يسأل طالب العلم في هذا الموضوع. المسألة التي نتناولها في فقه الزكاة هنا في نوازل الزكاة هي زكاة الأصول الثابتة أو زكاة الأصول الاستثمارية، زكاة الأصول الاستثمارية، أو اسمها بيسموها اسم آخر زكاة المستغلات. زكاة المستغلات يبقى إما هي نفس الاسم، زكاة الأصول الاستثمارية أو زكاة المستغلات، كيف تزكى؟ إذن المسألة الأولى والمهمة هي زكاة الأصول الاستثمارية أو زكاة الأصول الثابتة الاستثمارية، أو يطلق عليها زكاة المستغلات، كيف تزكى؟ نتحدث أولا عن إيه، ما هي المستغلات أو ما طبيعة الأصول الثابتة الاستثمارية، ثم نتحدث عن كيفية زكاتها أو هل تجب فيها زكاة أصلا أو لا تجب، ثم نتحدث عن الواجب إخراجه في هذه الأصول. المسألة الأولى. المسألة الثانية نتحدث عن زكاة الأسهم والسندات. الأسهم والسندات، والأسهم والسندات موضوع هام ومنتشر ومتواجد كثيرا بين الناس في التجارات وفي الشركات، يعني يقولوا مثلا هذه شركة مساهمة، يعني فيها أسهم، واحد يبيع أسهم ويشتري أسهم، يبيع سندات ويشتري سندات، فما حكم الزكاة فيها؟ حكم إخراج الزكاة في الأسهم والسندات. نحتاج أيضا في هذه المسألة أن نفهم ما معنى الأسهم، ما معنى السندات، وحكم الزكاة في الأسهم والسندات، وقدر الزكاة في الأسهم والسندات. دي المسألة الثانية. المسألة الثالثة والأخيرة نتحدث إن شاء الله عز وجل عن، ننتقل إلى بعض أو نازلة من نوازل الصيام، وهي اختلاف المطالع. اختلاف المطالع هي مسألة كثيرا ما تثار في أوائل شهر رمضان وفي نهايته. اختلاف المطالع، هل يعني يختلف أول رمضان في الدول الإسلامية أو الدول المتجاورة بناء على اختلاف المطالع، أو هل رؤية القمر
في رؤية الهلال في بلدة تلزم باقي البلاد بالصيام أم لا تلزم؟ هذه مسألة أخرى في مسائل الصيام. ونبدأ الآن إن شاء الله رب العالمين في نبدأ الآن في المسألة الأولى، وهي زكاة الأصول الثابتة الاستثمارية أو المستغنات. طبعا نحن عندنا في الإسلام نص القرآن ونصت السنة النبوية المطهرة على أموال تجب فيها الزكاة، يبقى نص. وهناك أموال نصت على عدم وجوب الزكاة فيها. هذه النقطة الأساسية التي توضح خلاف الفقهاء في هذه المسألة، النقطة الأساسية التي توضح خلاف الفقهاء في هذه المسألة. هناك أموال نصت الشريعة الإسلامية على وجوب إخراج الزكاة، مثل زكاة الزرع والثمار. قال تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. حقه هو الزكاة، أخرجوا زكاة الزروع منه. وبينت السنة نصاب الزكاة والواجب إخراجه منها، سواء كانت الأرض تسقى بماء السماء أو تسقى بآلة أو غير ذلك. إذن يعني هذا الأمر أخذ حيزا في الشريعة في وجوب إخراج الزكاة والقدر الذي يجب إخراجه، هذا بما يتعلق بالزروع والثمار. طيب، تحدثت السنة أيضا عن زكاة بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، وبينت نصاب الغنم ونصاب البقر ونصاب الإبل والواجب إخراجه من إيه؟ من هذه الأموال. يبقى هذا كتب السنة ممتلئة بذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك يحذر من عدم إخراج الزكاة: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا يعني صفحت له صفائح من نار تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يبقى هنا نص صريح على وجوب إخراج الزكاة من الايه؟ من الذهب الذي يكتنزه الانسان والفضه التي يقتنيها الانسان، يعني بخلاف حلي المرء، يعني بخلاف الحلي الذي تلبسه المرء، لكن الانسان معه اموال، معه ذهب، معه فضه، يعني حول امواله الى ذهب وغير ذلك، كل هذا نص الاسلام على وجوب اخراج الزكاه فيه. الركاز ما يخرج من الكنوز التي توجد في بطن الارض او يجدها الانسان في الارض مما دفنه الأقدمون واستخرجها الإنسان في أرض، فالنبي صلى الله عليه وسلم ينص على أن في هذا المال الخمس، يعني في حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي الركاز الخمس. الشاهد هنا أن هناك أموال قد نص الإسلام على وجوب إخراج الزكاة منها، هناك أموال قد نص الإسلام على وجوب إخراج الزكاة منها، هذه الأموال مبينة ومحددة. على المقابل هناك أموال نص الإسلام على أنه لا يجب فيها زكاة. ما هي هذه؟ مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس على المرء في عبده وفرسه صدقة. الصدقة هنا معناها الزكاة. ليس على المرء في عبده والرق وقد انتهى وفرسه، لو فرس خيل، ليس عليه في هذا صدقة. الحيوانات المعلوفة التي يعلفها الإنسان وغير ذلك لا تدخل في زكاة الأنعام. فهذه هنا نجد الأموال التي تجب فيها الزكاة قد نص الإسلام عليها. بقيت أموال موجودة أو وجدت أموال في الزمان القريب أو في الوقت المعاصر، هي لم تكن موجودة قبل ذلك. مثل ماذا؟ مثل ما نتحدث عنه الآن، المستغلات.
كذلك الأسهم والسندات وكثير من الأموال المعاصرة لم نجد نصا في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية ولا عند الفقهاء يقول بأنه يجب في هذه الأموال زكاة. فهل تجب فيها زكاة أم لا تجب؟ لا، هل تجب فيها زكاة أم لا تجب؟ طبعا بعض الفقهاء ذهب إلى أنه لا يجب فيها زكاة. ركزوا معي جيد، بعض الفقهاء ذهب من المعاصرين أن هذه الأموال لا تجب فيها زكاة. لماذا لا تجب فيها زكاة؟ قالوا لأن الأموال التي تجب فيها الزكاة جاءت منصوصة، يوجد نص من الشريعة على وجوب إخراج الزكاة فيها. الشريعة قد نصت وبينت الأموال التي تجب فيها الزكاة، وهذه الأموال لم تدخل فيها، ليست منها، ليست من كنوز الذهب والفضة ولا النقود، يعني بالقياس على الذهب والفضة، ولا من الأنعام ولا زروع وثمار ولا ركاز ولا غير ذلك. فيقولون أن الأموال التي تجب فيها الزكاة قد نص الإسلام ونصت الشريعة عليها، والأموال التي لم تنص الشريعة عليها لم تجب فيها زكاة. هذه نظرتهم. أنتم ترون في هذه النظرة تضييق، تضييق، تضييق كبير للأموال التي تجب فيها الزكاة. لماذا؟ مثلا، مثلا من هذه النظرة يعني تقول لو أن إنسانا بسيطا أو فلاحا مزارعا بسيطا عنده قطعة من الأرض فدان أو أكثر وقام بزراعته أو غرسه وأنتج، نحن نطالبه في الشريعة الإسلامية بأن يخرج الزكاة من هذا الزرع بنص القرآن وآتوا حقه يوم حصاد. فأنتم تقولون أنه يجب إخراج الزكاة منها لأن الإسلام قد نص على وجوب إخراج الزكاة من هذه الأرض أو من هذه الزروع والثمار. جميل. طيب لو أن رجلا من الرجال الأغنياء أصحاب الثروات الطائلة عنده مصنع، عنده مصنع كبير، أو عنده شركة طيران، عنده شركة طيران، هذه المستغلات، هذه المصنع هذا هو المستغلات، أو شركة الطيران هذه تسمى المستغلات، أو عنده بناء كبير، مبنى كبير سكني، عمارة سكنية كبيرة جدا، فنقول له هل يعقل أن نخاطب الفلاح البسيط أن يخرج من هذه قطعة الأرض البسيطة، هذه بعض من التي أخرجت له بعض الزروع والثمار التي يقتات منها هو وأولاده، نطالبه بإخراج الزكاة منها، ولا نطالب صاحب هذا المصنع العملاق الذي ينتج إنتاجا عظيما لا نطالبه بإخراج الزكاة؟ هل يعقل؟ طبعا لا يعقل. لكنهم قالوا الأمر عندنا متوقف بالنص، فحيث نص الإسلام على وجوب إخراج الزكاة من مال وجبت، وحيث سكت الإسلام أو لم ينص لا تجب. هذا رأيهم. الرأي الثاني، الرأي الثاني قالوا لا، لا، هذه أموال وتنتج، يعني لها نتاج، ومن ثم وجب إخراج الزكاة فيها. ما الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل سيدنا معاذا إلى اليمن فقال أخبرهم أن الله قد افترض عليهم زكاة في أموالهم، زكاة في أموالهم، والأموال هنا نكرة، هذا دليل جميل جدا، والأموال هنا نكرة، يعني تشمل جميع الأموال. طب والمستغلات أو الأصول الثابتة الاستثمارية، هذه أموال، فهذه تجب فيها زكاة لأنها من جنس الأموال، لأنها من جنس الأموال، ومن ثم
قالوا بوجوب إخراج الزكاة فيها، بوجوب إخراج الزكاة فيها. المدخل الذي دخلنا منه أننا نقول أن الفقهاء قد اختلفوا في المستغلات وكذا في الأسهم والسندات التي المسألة التي تأتي. ما سبب اختلافهم؟ سبب اختلاف الفقهاء ماذا؟ أن هناك أموال قد نص الإسلام على وجوب إخراج الزكاة منها، وهناك أموال لم ينص على وجوب إخراج الزكاة منها، لم ينص أصلا. أو نص الإسلام على عدم وجوب الزكاة فيها، ومن ثم كان للفقهاء رأيان. الرأي الأول أن الزكاة تجب في جميع الأموال لأنها تدخل تحت مسمى المال، والرأي الثاني ضيقوا الأمر فحصروا الزكاة على ما نص الإسلام على وجوب إخراج الزكاة منه، وما لم ينص الإسلام على وجوب الزكاة منه فلا تجب فيه الزكاة. هذه الأقوال الفقهية في المسألة، هذه الأقوال الفقهية في المسألة. طيب ندخل في مسألتنا بعد أن قمنا بهذه المقدمة التي وضحت كثيرا مما نريد أن نقول. مفهوم الأصول الثابتة الاستثمارية، مفهوم الأصول الثابتة الاستثمارية هي الأصول التي تمتلكها المنشأة بقصد الاستفادة منها لفترات طويلة، لفترات طويلة، وتتسم بضخامة القيمة، تتسم بضخامة القيمة. يعني ممكن مثلا مصنع يصنع أي شيء، هذا المصنع بناء كبير جدا ضخم، فيه معدات وفيه آلات وفيه بناء، وهذا مصنع عظيم. هذا المصنع ثابت، هذا المصنع ثابت، لكن ينتج كل عام ما شاء الله يزيد، ينتج إنتاجا عظيما. أو أن واحدا منا عنده بيت، عنده بيت سكني، عمارة سكنية، أبراج يتكون مثلا من عدة من 10 طوابق مثلا، هذا يمتلكه إنسان، فندق، وهذا يأتي الناس ويسكنون فيه بالإيجار، ثم تنتهي المدة، ثم يأتي آخرون، ثم تنتهي المدة. هذا البيت أو هذا السكن، هذا البرج السكني أو هذه العمارة السكنية، هذه بتأجيرها يستفيد الإنسان من الدخل، أو من الإيجار صاحبها يستفيد صاحبها من الدخل الذي يعني تدخله عليه، الأجرة، أجرة تأجير هذه الوحدات السكنية التي هي في هذا المبنى الكبير. هذا المبنى الكبير ثابت لكنه ينتج على صاحبه غلة، فهذا يسمى الأصول الأصول الاستثمارية، هذا يسمى الأصول الاستثمارية. هذه الأصول الاستثمارية تختلف أحيانا باختلاف الغرض منها، باختلاف القصد منها، تختلف باختلاف القصد منها. فقد يمتلكها الإنسان للمنفعة الشخصية، وقد يمتلكها الإنسان للاستفادة منها مع بقاء عينها، وقد يمتلكها الإنسان لتغييرها وتبديلها. بمعنى أن إنسانا عنده أموال فقام بشراء قصر أو بيت عظيم ليسكن هو وأولاده فيه، هو اقتنى هذا أو اشترى هذا لحاجته الشخصية، فهذا البيت الذي اشتراه الإنسان لنفسه أيا كانت قيمته
ربما يكون مرتفع القيمة جدا، لكن هو اشتراه لنفسه. انتبهوا من هذه النقطة جيدا، اشتراه لنفسه. يعني مثلا أنا معي 1,000,000 جنيه مثلا، فقمت بشراء بيت مكون من 4 طوابق. الطابق الأول أسكن فيه، والطابق الثاني لولدي الأكبر، ثم الذي يليه، ثم الأخير لولدي الأصغر، لأولادي. يعني هذا البيت اشتريته لي ولأولادي من بعدي. فهنا نقول أن هذا البيت أو هذا الأصل إنما اشتريته لنفسي لمنفعتي الشخصية، ليس فيه زكاة. لو أن إنسانا يسكن في بيت عظيم هل يخرج عليه زكاة؟ لا. كذلك لو اشتريت سيارة مثلا، لو اشتريت سيارة فارهة، هذه السيارة الفارهة بأموال طائلة، هذه الأموال لو كانت موجودة عندي نقدا أخرج فيها الزكاة. فلو قمت بشراء سيارة لمصلحتي الشخصية، هذه السيارة حتى ولو كانت مرتفعة الثمن لا تجب فيها زكاة. لماذا؟ لأني أستفيد منها. لكن لو كان عندي مجموعة سيارات، وهذه السيارات إنما قمت باقتنائها لتأجيرها، يعني عندي سيارة 2، 3، 4، 5، وكلها الغرض منها ليست لي شخصيا إنما للاستفادة، يعني تكون سيارات أجرة، سيارات أجرة، هذه يعني تركب بالإيجار، وهذه تركب بالإيجار، وهذه تؤجر في اليوم، وهذه تؤجر في الساعة، وهذه تؤجر للراكب وغير ذلك. هذه تسمى هنا ادخرتها للتجار. السيارة باقية لكن أستفيد منها أم لم أستفد؟ أستفد، يبقى هنا تجب الزكاة هنا. طيب لو إنسان آخر له نية أخرى من السيارات التي عنده، النية من السيارات التي عنده لم يقتني سيارة لنفسه ولا لأولاده ولا لزوجته ولا غير ذلك، إنما عنده عدد من السيارات يبيع ويشتري فيها، يبيع السيارة ويشتري أخرى، ثم يبيع الأخرى ويشتري ثالثة، ثم يبيع الثالثة ويشتري الرابعة وهكذا. إذن هذا يبيع ويشتري، يبيع ويشتري، يبيع ويشتري. النية هنا اختلفت عن النية الأولى الاقتناء الشخصي، عن النية الثانية ثبات العين والاستفادة من غلتها، عن النية الثالثة اللي هو تغيير العين، يعني يبيع السيارة ويشتري سيارة أخرى، يبيع السيارة ويشتري سيارة أخرى. هذا يتاجر، اسمها متاجرة. في كل صورة من هذه الصور لها حكم في إخراج الزكاة منها. فالأصول الثابتة الاستثمارية تختلف حسب النية التي يمتلكها صاحبها بها. كذلك شركة الطيارات، واحد عنده طيارة، الطيارة بمبالغ طائلة، إنما هو اشترى هذه الطيارة لمصلحته الخاصة ليطير بها ويسافر عليها. يعني كانت الطيارة عنده مثل السيارة عندنا أو مثل الدراجة عندنا، يعني كله إمكانيات. فكما أنت تشتري سيارة، غيرك يشتري طائرة يطير بها ويتحرك عليها، هي وسيلة المواصلات بالنسبة له. نقول هذه اشتراها لنفسه لحاجته ومنفعته الشخصية. هذا هنا الحكم هنا يختلف عن الحكم ما لو اشترى الطيارة لتنقل الركاب ويستفيد هو، فعنده الشركة هذه يستفيد منها، شركة الطيران يستفيد منها، تنقل الركاب بمبالغ طائلة، ويعني هذه تدير شركة الطيران، هذه تدير عليه دخلا كبيرا. يبقى هنا الأمر هنا اختلف عن الصورة الأولى التي اقتنت الطيارة لنفسه. طيب واحد لم يقتني الطائرة لنفسه ولا لنقل الركاب، إنما اقتناها، اشترى طائرة
ليتاجر فيها، يعني في عين الطائرة، يبيع الطائرة ويشتري طائرة أخرى، ثم يبيع الأخرى ويشتري ثالثة. هذا يعني لا تستقر عنده الطائرة، إنما يبيع ويشتري، يبيع ويشتري. إذا كل صورة من هذه الصور يختلف حكمها عن غيرها، يبقى إذا نقول إن الأصول الاستثمارية تتوقف على نية صاحب هذه الأصول، لماذا اقتناها، لماذا اقتناها، وهذا الذي سنبينه في حكم إخراج الزكاة فيها والقدر الذي يجب أن يخرجه صاحب هذه الأصول. طيب، بالنسبة للزكاة فيها قلنا أن الفقهاء قد اختلفوا ما بين مضيق وموسع. المضيق قال لا تجب الزكاة في الأصول الاستثمارية، لماذا؟ لأن الإسلام لم ينص على وجوب إخراج الزكاة فيها، إنما نحن نلتزم بما نص الإسلام عليه فقط، نحن نلتزم بما نص الإسلام عليه. أما ما لم ينص الإسلام عليه فلا تجب الزكاة أو لا تجب إخراج الزكاة منه. طيب، هذا اتجاه المضيقين، هذا اتجاه المضيقين. طيب، أما القول الثاني قالوا تجب الزكاة كما ذكرت لحضراتكم لأن هذه أموال، والأموال في الشريعة الأموال تشمل هذه وتشمل ما نص الإسلام عليه، يعني الأمر عام، أخبرهم أن الله قد افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. طيب، الإنسان الذي يمتلك شركة طائرات هذه أموال، الذي يمتلك مصنعا كبيرا هذه أموال، الذي يمتلك مبنى عظيما هذه أموال، الذي يمتلك أسطورا من السفن هذه أموال، تجب فيها الزكاة. طيب، ما الرأي الراجح في هذين القولين؟ الرأي الراجح هو الرأي القائل بأنه تجب فيها الزكاة. لماذا؟ لأنها أموال وأنها في صالح الفقراء. يعني إنسان يكون عنده هذه الأموال الطائلة ولا نطالبه في الشريعة بإخراج الزكاة، كيف؟ هذه تجب فيها الزكاة. طيب، اتفقنا معكم أن هذه الأموال الأصول الثابتة هذه تجب الزكاة فيها، كم الواجب إخراجه؟ ما الذي يجب على الشخص، ما الذي يجب على الشخص أن يخرجه من هذه الأموال؟ هل يزكي نتاج أو غلة هذه الأموال فقط؟ أم يزكي نتاجها أو غلتها مع أصلها؟ يعني عندي مصنع، هذا المصنع قيمته 1,000,000 جنيه أو 1,000,000 دولار، وكم ينتج في العام؟ ينتج في العام مثلا 250,000 دولار، كل عام نتاج المصنع 250,000، هذا صافي الربح، لأن المصنع ينتج ويتربح صاحبه منه. طيب، فهل يزكي قيمة المصنع التي هي 1,000,000 يضيف إليها الربح، يصير عندنا المال 1,250,000 يخرج عليه الزكاة، أم يزكي 250,000 فقط دون الأصل؟ من قالوا بوجوب الزكاة في الأصول الاستثمارية اختلفوا على قولين.
القول الأول قالوا تجب الزكاة في الأصل والغلة، تجب الزكاة في الأصل والغلة، في الأصل والغلة، يعني إن تحدثنا عن الزكاة فيه يبقى إذن الزكاة تجب في الأصل وفي الغلة معا، في الأصل وفي الغلة معا كزكاة التجارة، أي بنسبة ربع العشر اللي هي زكاة عروض التجارة. عروض التجارة، عروض التجارة يا شباب هي أن يشتري إنسان أموالا يتاجر فيها، يشتري أموال ويبيع ويشتري، يبيع ويشتري، تاجر. إذا أراد أن يزكي تجارته هذه بعد حلول الحول فإنما يقوم بحصر جميع الممتلكات التي يتاجر فيها ويخرج الزكاة على الممتلكات وما تربح من ورائها، الغلة أو الربح أو النتاج. يبقى قالوا الفريق الأول قال أن الزكاة تجب في الأصل وفي الغلة، في الأصل وفي الإيه؟ وفي الغلة. طب كم نخرج مع الأصل والغلة؟ ربع العشر، لأن هذا زكاة عروض التجارة، ربع العشر. يبقى الواجب إخراجه كم؟ ربع العشر. هذا القول الأول. طيب القول الثاني قالوا بأن الزكاة تجب في الغلة فقط، الزكاة تجب في الغلة، في الغلة فقط، يعني النتاج فقط، يعني لو قيمة المصنع، قيمة المصنع، قيمة المعدات والأجهزة الموجودة عندي والبناء والأرض وكل شيء مليون دولار، ونتاج المصنع الثمرة التي ينتجها المصنع أو الغلة التي تأتي من خلف المصنع هي ربع مليون فقط، الزكاة تجب في هذا القدر، النتاج أو الغلة فقط. هذا الرأي الثاني. يبقى الرأي الأول قال في الأصل والغلة، الرأي الثاني قال في الغلة فقط، في الغلة فقط. وهذا هو الرأي الراجح، أن الزكاة تجب في الغلة فقط. وهذا الرأي انتهت إليه المجامع الفقهية وكثير من المؤتمرات. يبقى الزكاة تجب في الغلة فقط، لكن الذين قالوا أن الزكاة تجب في الغلة فقط منهم من قال أن القدر الواجب إخراجه ربع العشر، ربع العشر فقط، والبعض قال أن القدر الواجب إخراجه العشر كاملا، العشر كاملا، والبعض قال ربع العشر، والبعض قال العشر إيه كاملا. الذين قالوا ربع العشر أخذوها بالقياس على عروض التجارة، فعروض التجارة يخرج الإنسان ربع العشر، والذين قالوا بالعشر كاملا قاسوها على الأرض الزراعية، الأراضي الزراعية، الأرض الزراعية التي تسقى بماء السماء يخرج الإنسان منها العشر كاملا من الزرع، العشر. فقالوا والمصانع أو الأصول الثابتة الاستثمارية مثل الأرض الزراعية، فيجب عليه، يجب على مالكها أن يخرج منها العشر كاملا. لكن هذا القول مردود عليه، قالوا لأن الأصول الثابتة لا تشبه الأرض، لأن الأرض قيمتها ثابتة فقط، تغرس ويخرج الزرع بفضل الله تعالى وقيمتها تزداد، لكن الأصول الثابتة تنتهك أو تنهك مع مرور السنين. لو كان عندي مصنع وفيه معدات وآلات وغير ذلك، مع الاستخدام هذه الآلات تضعف، هذه الآلات كل عام تضعف، فتحتاج إلى صيانة وتحتاج إلى إنفاق وتحتاج إلى يعني أمور كثيرة جدا، وتحتاج إلى رعاية بخلاف الأرض، الأرض لا تحتاج مثل هذه الأشياء، قيمتها تزداد أصلا. أما الأصول الثابتة مع الاستخدام تضعف. ومن ثم قالوا أن الراجح في هذه المسألة أن الزكاة تخرج في الغلة فقط دون الأصول، الغلة التي يعني هي القيمة التي تنتجها الأصول،
او الربح او الثمره او الانتاج تجب فيه الزكاه فقط، والقدر الواجب اخراجه ربع العشر. القدر الواجب اخراجه ربع العشر، نعم. وهذا هو الراي الايه، هذا هو الراي الراجح. طيب عندي سؤال إليكم، أرجو أن تجيبوه. لو أن إنسانا قام بشراء بيت سكني بمليون دولار، اشترى إنسان بيتا سكنيا بقيمة مليون من الدولارات، هذا البيت مكون من 4 طوابق أو 5 طوابق، أو أيا كان، مكون من 5 طوابق أو 6 طوابق أو غير ذلك، عمارة سكنية، برج سكني. ثم جاء إليك وقال: يا شيخ، عندي عمارة سكنية مكونة من 7 طوابق متتالية، الطابق الأول، الثاني، الثالث، الرابع، هم ما شاء الله، هل يجب علي فيها زكاة أم لا يجب؟ وإذا كان يجب كم أخرج؟ ما إجابتك؟ هل ربع عشر؟ ها؟ ربع عشر، 2.5%. 2.5%، 2.5 من 10%، ربع عشر. نعم. طيب من المتحدث؟ مقصد بك، مقصد بك استاذ. مرحبا بك وجزاكم الله خيرا يا مقصد، لكني اريد من احد الاحباب تفصيلا اكبر. أظن جوابي هذا فقط يثلج قلبك أستاذ. بلا شك أثلج قلبي. لكن مقصد هو جاء الجواب سريعا متسرعا غير متأنن، فلم يفصل كما فصلنا. ولذلك لو سألتك سؤالا قلت لك: يا شيخ مقصد، إنما اشتريت هذا البيت لي ولأولادي فقط، فإذا لا شيء عليه. نعم، إذا كان من واجبك أولا أن تسأل لماذا اشتريت هذا البناء. هل اشتريت هذا البناء لنفسك للسكنى لك ولأولادك من بعدك، أم اشتريته لتبقي عينه وأصله وتقوم بالإيجار مثل فندق مثلا؟ هو الفندق أنا أملكه لكني أقوم بتأجير الوحدات التي فيه، مع بقاء الفندق ملكي، لا أبيعه إنما أؤجره فقط. إذا هنا نيتي هنا في هذا البناء أن يبقى ملكي دائما، لا أريد أن أبيع فيه وحدة واحدة، فقط أقوم بالاستفادة من الوحدات الموجودة بالإيجار. هذه نية. أم النية الثالثة، هل أنت شركة عقارية؟ قد أكون أنا صاحب شركة عقارية. طب ماذا تصنع الشركات العقارية؟ الشركات العقارية تقوم ببناء مبنى كبير وتتملكه ثم تبيعه وحدات، فيكون للشركات العقارية، شركات كبرى عندها عمارة سكنية هنا وعمارة هنا وعمارة هنا، هي تقوم ببناء العمارات، تقوم ببناء المباني، ثم بعد ذلك تبيعها وحدات سكنية، تبيع لمقصد
شقة أو بيتا وتبيع لأحمد بيتا وتبيع لمحمد بيتا وتبيع لزيد بيتا وتبيع لإبراهيم بيتا وهكذا. إذن هذه الشركة ليست مثل صاحب العمارة الذي اشتراها لنفسه وإذ يقوم بتأجير فقط مع بقاء الملكية الخاصة له، إنما هذه إنما قامت بالشراء من أجل البيع. فهذه الشركات العقارية، الشركات العقارية هنا حتما ستخرج الزكاة في الأصل وفي الغلة، في الاثنين، في الأصل وفي الغلة، بخلاف الذي اشترى البيت مع بقائه فقط يقوم بتأجير الوحدات، فهذا يخرج الزكاة في الغلة فقط. أما الذي اشتراه لنفسه ولأولاده فقط فهذا لا يخرج زكاة، فهذا لا يخرج زكاة. واضح يا أحباب؟ نعم واضح. نعم، يبقى إذن هذه نقطة. طيب كم يخرج؟ قلنا ربع العشر. هناك طريقة اكتبوها لإخراج الزكاة، طريقة لكيفية حساب الزكاة. هذه الطريقة لأننا نحن نخرج ربع العشر، نخرج ربع العشر، والطريقة هي عبارة عن نأتي بالمبلغ، المبلغ الموجود عندي، كم عندي من الأموال؟ مثلا عندي 10,000، 10,000 دولار مثلا، ما الواجب إخراجه منها؟ قلنا ربع العشر. طيب ربع العشر تقسم على 40، 40 قسمة على 40 يعطيك القدر الواجب إخراجه من هذه الأموال. القسمة على إيه؟ القسمة على 40. يبقى حتى تعرف القدر الواجب إخراجه تأتي بالأموال التي عندك التي تريد أن تخرج الزكاة منها وتقسمها على عدد 40، سيعطيك عددا، هذا العدد هو الذي تخرجه، هذه قيمة الزكاة التي يجب عليك أن تخرجها. اكتب هذه المعادلة، المال الكلي نقسمه على العدد 40 يعطيني رقما، هذا الرقم هو القيمة المطلوبة. فالسؤال الآن، لو كان عندي 160,000، المسألة مسألة حسابية، واحد عنده، إنسان عنده 160,000 من الدولارات، 160,000، 160,000 كم يخرج منها؟ ما قدر زكاة ماله هذه؟ 4,000. نعم. كيف؟ قسمنا على 40 أستاذ. قسمنا على 40. أيوة. أحسنت. أيوة. أحسنت. ممتاز. وهكذا. يبقى إذن لو جاءك إنسان وطلب منك أن تفتيه أو تبين له في الأصول الثابتة الاستثمارية، صار عندك الأمر واضح، هذه الأصول الاستثمارية تختلف حسب نية صاحبها، إن كان للاقتناء الشخصي يعني لنفسه، هذا أي شيء يستخدمه الإنسان لنفسه لا تجب فيه زكاة. يعني لو أن الإنسان يسكن في بيت مرتفع جدا الثمن لكن يسكن فيه، خلاص لا يجب فيه زكاة. إنسان يركب سيارة عظيمة وبأموال طائلة لا يجب فيها زكاة. إنسان يركب طائرة لا يجب فيها زكاة. لكن إنسان استخدم هذا البيت أو هذه الطائرة أو هذه السيارة للأجرة تجب فيها الزكاة في الغلة. طب إنسان اشترى البيت للتجار، يعني يشتري يبيع ويشتري يبيع ويشتري، هذا تجب في الأصل والغلة. كم قيمة الزكاة؟ ربع العشر. كم ربع العشر؟ نأتي بقيمة المال
ونقسمه على 40 يعطيني قيمة الزكاة. هذه المسألة واضحة يا شباب؟ نعم جزاك الله خيرا أستاذ، واضحة. ننتقل إلى مسألة أخرى. ننتقل إلى إن شاء الله إلى المسألة الثانية. دقيقة واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. أستأذنكم دقيقة واحدة فقط. المسألة الثانية هي مسألة زكاة الأسهم والسندات. طيب نريد أن نبين ما معنى الأسهم والسندات أولا. مثلا مقصد بيك أراد أن يقوم بعمل شركة، يقوم بإنشاء، أراد أن ينشئ شركة، أيا كانت هذه الشركة، كم معه من الأموال؟ معه 500,000. معه 500,000، جميل. طيب كم يحتاج حتى يقوم بإنشاء هذه الشركة أو بإنشاء هذا البناء أو هذا المصنع؟ يحتاج من الإمكانيات ما قيمته 1,000,000، يعني يحتاج إلى 500,000 أخرى. يبقى هو يريد أن ينشئ شركة تجارية، شركة تجارية، أو يريد أن يبني مصنعا أو يقوم بعمل تجاري، وهذا العمل يحتاج إلى أموال كثيرة، هو فقط معه النصف، فقط معه النصف. طيب إذن لما قام بإنشاء هذا البناء أو هذا المصنع أو هذه الشركة لا يملك إلا 500,000 دولار، كم يحتاج؟ يحتاج أموال أخرى بما يعادل 500,000 دولار. من أين يأتي بها؟ عنده طريقة من طريقتين. الطريقة الأولى أن يذهب إلى أصدقائه ويقول: يا إبراهيم، يا إسماعيل، يا محمد، يا أحمد، أنا أريد أقوم بعمل شركة عظيمة،
وهذه الشركة أحتاج إلى 500، هل يدفع كل واحد منكم 100,000 ويكون شريكا معي؟ هو شريكي في هذه الشركة بالنسبة التي دخل بها بنفس النسبة، يبقى هو فقط دخل بخمسمائة، 500,000، ومجموعة من الأصدقاء دخلوا بمئة، كل واحد دخل بمئة ألف، 100، 200، 300، 400، 500، 500,000. جميل، إذا وافق الناس على ذلك ودخلوا معه، طيب هؤلاء صاروا شركاء في الشركة مع مقصد، صاروا شركاء معه، كل واحد منهم دخل بمئة ألف، قيمة المئة ألف يطلق عليها سهم، قيمة المئة ألف يطلق عليها سهم، يعني كأنه قال لهم ادخلوا معي في الشركة بأسهم، كل واحد يعني أنا أحتاج فقط إلى 500,000، قسمت 500 على خمسة، كل خمسة هذه كل واحد يطلق عليه سهم، السهم مقداره 100,000، هذا السهم مقداره 100,000، ممكن واحد يدخل بسهمين، ممكن واحد يدخل بثلاثة أسهم، ممكن واحد يدخل بأربعة أسهم وهكذا. فدخل معه مجموعة من الأصدقاء مساهمين في هذه الشركة، فصار لكل واحد من الخمسة سهم، هذا السهم يباع ويشترى، يعني ممكن إبراهيم وافق ودخل معه، دخل مع مقصد بك بهذا السهم، أعطاه 100,000، فمقصد أعطاه ورقة مكتوب عليها أن لقد شارك إبراهيم معي في هذه الشركة بسهم وقيمته 100,000 دولار، هذا سهم. بعد ذلك أراد إبراهيم أن يبيع هذا السهم، الشركة مستمرة والشركة رابحة وجيدة وغير ذلك، فإذ بإبراهيم يبيع السهم، باع ب100,000، لكن جاء شريك آخر ليشتري السهم، لكنه اشتراه بأكثر من ثمنه، قيمة السهم كان كام؟ كان 100,000، فهو طرحه أو وضعه في السوق للبيع ب120، زاد عليها 20,000 ب120، فهذا زاد عليها 20,000، وقد يشتريها إنسان ب120 وبعد فترة يريد أن يبيع السهم ب140 حسب نشاط الشركة، قد تكون الشركة كبرى ورائجة ومثمرة وكل الناس يحب أن يكون مشاركا فيها، فأنا عندي سهم فيها أبيعه لغيري أو أدخره حتى أبيعه في وقت معين وهكذا. إذن هذه الأسهم هي لأناس دخلوا في هذه الشركة وكانوا شركاء حقيقيين، يعني لهم في إدارة الشركة هذه، من حقه أن يتدخل في إدارة الشركة، يعني لو أن المؤسس الذي هو مقصد قال أنا أريد أن أغير نشاط الشركة إلى نشاط آخر، هؤلاء الأصدقاء الذين ساهموا بالنصف أو ساهموا كل واحد ب100,000 من حق أن يقول لا، لا ندخل في هذا النشاط لأنه شريك، يعني له الحق في إدارة هذه الشركة تماما. فهذه معاملة يا شباب، وهذه طريقة يتحصل من خلالها مقصد على الأموال حتى يقيم شركته. الطريقة الأخرى أن مقصد لا يريد أن يدخل شركاء، لا يريد، طيب ماذا يصنع؟ ما البديل؟ البديل يقول أنا لا أريد الشركاء، لا أحب الشركاء، طيب إذن ماذا تحب؟ قال فقط
أنا معي 500,000 وأريد 500، بدلا من أن أطرح أسهما على الناس إنما أطرح سندات. يبقى هذا اسم جديد. ما معنى السندات؟ ما معنى السندات؟ معنى السندات أن هذا الرجل يقول أنا عندي سند قيمته 100,000، من يعطيني 100,000 وأعطيه هذا السند؟ طب هذا قرض، يعني أعطيك 100 وتعطيني سند يثبت أن لي عندك 100. طب ماذا أستفيد أنا؟ أدخلني شريكا معك؟ يقول لا أريد أن أدخل شركاء في الشركة، هي أريد أن تكون خاصة بي، ملكي أنا فقط. طيب إذا ما البديل؟ البديل أعطيني 100 وسأردها لك بعد سنتين 120، ولا علاقة لك بالشركة. أعطيني 100 وأردها لك 120. جميل، وهكذا. طيب أنا أعطيته 100,000 وأعطاني سندا في 120 بعد السنتين، أردت أنا أن أبيع هذا السند، أردت بعدما أخذت وبدأت الشركة تعمل وكانت الشركة ناجحة، فأردت أن أبيع السند، فقمت بطرحه في الأسواق، فجاء إنسان فاشترى مني السند ب110. يعني السند، كلا السهم والسند كلاهما يباع ويشترى، فاشترى مني إنسان هذا السند ب110، إذن أنا استفدت 10، وهو سيأخذ من صاحب الشركة بعد فترة 120. هذا سند. أولا، ما حكم هذه المعاملة؟ ما حكم المعاملة فيما يسمى بالأسهم؟ وما حكم المعاملة فيما يسمى بالسند؟ مع الملاحظة أن من دخل مشاركا بالسهم بالأسهم هذا من حقه أن يكون شريكا ويشارك في نشاطات الشركة، أما الذي يدخل بالسند ليس من حقه أن يعترض، وليس هو شريك ولا علاقة له بالشركة. إن ربحت الشركة له 120، وإن خسرت الشركة له 120، مع أنه دفع 100 فقط. فما حكم التعامل؟ أولا الحكم الشرعي للتعامل بالأسهم، والحكم الشرعي للتعامل بالسندات. ها، باع أسهم يجوز لأنه حصة شائعة، وأما حكم سندات هي يعني القروض في الحقيقة، فلا يجوز تداولها وبيعها. أحسنت، هذه الإجابة هذه المرة يا مقصد أسلجت صدري فعلا. بما يتعلق بالأسهم هذا يجوز، لأنني أعطيت السهم 100,000 وأنا شريك في الشركة، فحيث كان هناك ربح فأنا شريك في الربح بقدر سهمي، وحيث كانت هناك خسارة فأنا مشارك في الخسارة أيضا بقدر سهمي، كل يشارك في الربح وفي الخسارة. أما السند هو عبارة عن أن أني أعطيته 100,000 وآخذ 120، ولا علاقة لي هل ربحت الشركة أو خسرت الشركة، لا علاقة لي بذلك. هل تعاملت الشركة في الحلال، تعاملت الشركة في الحرام، لا علاقة لي بذلك، إنما المطلوب مني أن أعطيه 100,000 وأخذهم 120، فصار هذا دين أو هذا قرض جر نفعا، قرض جر نفعا. فهذه المعاملة ابتداء لا تجوز، أما الأسهم فهي تجوز ولها ضوابط، ليس هذا وقتها، لها ضوابط كثيرة، لأن الأسهم هذه أنواع وكذا وكذا، فلا علاقة لها. إنما نحن نقول نتحدث عن الأسهم العادية، الأسهم التي أعطى إنسان قيمة السهم ثم يدخل معه شريكا في هذه المعاملة.
بيع الأسهم جائز، يبيع ويشتري ويتاجر في الأسهم، هذا جائز. طيب السؤال عندنا بما يتعلق بالزكاة، كيف تزكى هذه الأسهم وكيف تزكى هذه السندات؟ الذي دخل مساهما في شركة دفع لهذه الشركة 100,000 وصار له عند هذه الشركة 100,000، والشركة تعمل وتنتج وتثمر، طيب صاحب السهم كيف يزكيه؟ كيف يخرج زكاة ماله؟ وكذلك صاحب السهم، وإن قلنا أن المعاملة فيها حرمة، لكن كيف يخرج زكاة؟ يعني أنا لي عند هذه الشركة 100,000 وأخذها بعد سنة 120، فهل أخرج زكاة على هذه الأموال أم لا أخرج؟ هذه النقطة التي نتحدث نحن فيها. نقول بالنسبة للأسهم الحكم فيها ابتداء جائز، وبالنسبة للسندات الحكم فيها غير جائز، الجواز في الأسهم وعدم الجواز في السندات. طيب زكاة الأسهم هل تجب فيها زكاة؟ نقول نعم، نفس الخلاف الذي ذكرناه في البداية، فريق من العلماء قالوا لا تجب. لماذا لا تجب؟ لأن هذه أموال لم ينص الإسلام على وجوب إخراج الزكاة فيها كما تحدثنا سابقا. طيب الفريق الثاني قالوا تجب فيها الزكاة. لماذا؟ لأنها أموال، والله عز وجل يقول خذ من أموالهم صدقة، خذ من أموالهم، طب الأسهم سندات أموال، والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر سيدنا معاذا أن يخبر أهل اليمن أن الله قد افترض عليهم زكاة في أموالهم، وهذه أموال. إذن صار نفس الخلاف السابق في المستغلات هو الخلاف هنا، البعض يقول أنه لا تجب فيها زكاة لأن الإسلام لم ينص على وجوب إخراج الزكاة فيها، والبعض يقول أنه تجب فيها زكاة لأنها أموال ويستثمرها المسلم أو الإنسان فتجب الزكاة فيها. جميل. طيب كيفية الزكاة، كيفية الزكاة بالنسبة لزكاة الأسهم، للفقهاء في زكاة الأسهم 3 أقوال. القول الأول أن هذه الأسهم تزكى بحسب نشاط الشركة المصدرة للأسهم، بمعنى إذا كانت الشركة التي شاركت أو ساهمت أنا فيها لي سهم فيها، إذا كانت شركة زراعية، يعني هذه الشركة تقوم باستصلاح الأراضي وزراعة الأراضي واستخراج الزروع من الأراضي وغير ذلك، إذا كانت هذه الشركة التي لي أسهم فيها زراعية، فإننا هنا نقوم بتزكيتها كأنها زكاة زروع وثمار، تزكى زكاة الزروع والثمار، فإما أن يخرج منها العشر أو نصف العشر. طيب وإن كانت صناعية، إن كانت الأسهم صناعية يعني مثل مصنع، يعني أنا شاركت ساهمت في مصنع، أخذت سهما في مصنعي، فإنها تزكى زكاة المستغلات التي تحدثنا عنها، زكاة المستغلات، نخرج الزكاة في الغلة فقط، يعني في الربح الذي يترتب على السهم، يعني أنا ساهمت ثم كل عام نقوم بحساب ربح المصنع، نجد المصنع ربح أموالا طائلة لي منه 100,000 مثلا المكسب أو الربح، فإننا نخرج في هذا الربح كما اتفقنا ربع العشر في الربح فقط، ولا نخرج في قيمة السهم، إنما نخرج من الربح فقط. طيب وإن كانت الشركة تجارية، يعني تبيع وتشتري، فتزكى زكاة التجارة، فتزكى زكاة عروض التجارة، تزكى زكاة عروض التجارة يعني
نخرج من السهم من قيمة السهم وما ترتب عليه من غلة نخرج عليهما سواء ربع العشر. إذن هذا الرأي من أقوال الفقهاء يفرق حسب المكان الذي سهمت أنت فيه. هذا السهم الذي سهمت به في أي مكان، هل هو في شركة صناعية، في شركة زراعية، في شركة تجارية، حسب نشاط الشركة تكون الزكاة. هذا رأي. طب الرأي الثاني أنها جميعا الأسهم تزكى زكاة عروض التجارة، تزكى زكاة عروض الإيه؟ عروض التجارة، ولا علاقة لي بنشاط الشركة. يبقى إذن هي تزكى زكاة عروض التجارة ونخرج ربع العشر، نخرج ربع الإيه؟ العشر من الأرباح ورأس المال، يعني من قيمة السهم والربح ربع العشر. الرأي الثالث، الرأي الثالث يفرق في الأسهم في الغرض من تملك الأسهم. لماذا أنت صاحب السهم؟ هل اشتريت السهم لتكون شريكا في الشركة وتستفيد من الربح فقط والسهم باق، أم اشتريت السهم لتشتري سهما ثم تبيعه، ثم تشتري سهما آخر ثم تبيعه، ثم تشتري سهما ثالثا ثم تبيعه؟ إذن هنا أنت القصد من شراء الأسهم أنك اشتريت 10 من الأسهم أو 20 أو 100 أو غير ذلك، حتى تنتظر عندما يرتفع ثمن السهم تبيع السهم وهكذا، يعني من باب التجارة. أم أنت فقط اشتريت السهم ليبقى أنت شريكا في الإيه؟ لتبقى أنت شريك في هذه الشركة وتستفيد من الربح الذي يترتب على هذا السهم. فقالوا الأمر مختلف حسب النية. فإن اشتراها ليبيع ويشتري، يبيع ويشتري، يبيع ويشتري، فهذا عروض تجارة، فيزكي على قيمة السهم وما ترتب عليه من ربح. أما إن اشترى السهم ليبقى ثابتا ملكه ويستفيد من الغلة، فإنما هنا يزكي النتاج فقط الذي ترتب على السهم، يخرج منه ربع العشر حسب نيتي. هذا نية صاحب السهم. إن اشترى السهم فقط ليبقى السهم على ملكه الخاص ويستفيد من ربحه، فهنا نقول له الزكاة تجب في الربح فقط والمقدار ربع العشر. أما إن اشترى السهم ليستفيد من السهم بالبيع والشراء والبيع للتجار، يعني يبقى عروض تجارة. طب الزكاة تجب على قيمة السهم والربح الذي ترتب على السهم، وفي كلاهما أو في كليهما يحسب الاثنين معا، والقيمة الكلية يخرج منها ربع العشر. هم يقولون إما أن يزكي على الاثنين ربع العشر، أو يزكي على الربح فقط ربع العشر، والفيصل في ذلك النية. الفيصل في ذلك النية. يبقى إذن الأقوال ثلاثة. القول الأول حسب نشاط الشركة تكون الزكاة، فإن كانت تجارية يزكيها زكاة عروض التجارة على السهم والغلة معا ربع العشر، وإن كانت زراعية يزكيها زكاة الزروع والثمار العشر أو نصف العشر، وإن كانت صناعية، إن كانت صناعية إذن معنى ذلك أن السهم باقي، إنما هو يستفيد من الغلة فقط، فيزكي الغلة فقط ويخرج في كل الأحوال ربع العشر. ذا الرأي الأول. الرأي الثاني لا يفرق، الجميع يخرج ربع العشر على السهم والغلة. يبقى كل عام ما قيمة السهم الآن؟ قيمة السهم الآن 120، وكم استفدت منه؟ 50. يبقى إذن جملة المال 170 تقسم على 40 يعطيك هذا تخرجه. طيب القول الثالث هو يزكي السهم حسب نية
صاحب السهم، فإن أراد الاستثمار فيه يعني بالبيع والشراء يزكيه زكاة عروض التجارة، فإذ به يخرج على قيمة السهم والغلة أو الربح أو الثمر التي ترتبت عليه. وإن أراد أن يبقي السهم كما هو ويبقى شريكا في الشركة ويخرج عليها ويستفيد من الربح فقط، فالزكاة هنا تكون للربح فقط ويخرج من الربح ربع العشر. هذا بما يتعلق بزكاة الايه؟ الأسهم داخل الشركات. ممكن أي واحد يقول لك عندي شركة كبيرة في البلد في الدولة وطرحت أسهم، يعني دعت الناس للمشاركة، فهي إما أن تطرح أسهما أو سندات. نقول الأسهم جائزة والسندات غير جائزة، لأن السندات ديون في مقابل فائدة، أما الأسهم شراكة شريك ويستفيد من الشركة. إذا كانت الشركة قوية وهي تابعة للدولة ولها تواجد في كل مكان، معنى ذلك أنها شركة قوية، فكل الناس يحب أن يساهم فيها. فإذا كان عندك مليون من الدولارات فساهمت بها في هذه الشركة العملاقة، طيب تقول لا تجب عليك زكاة في هذا المليون؟ لا، نقول لك لا تجب عليك زكاة. طب إذا كيف أخرج الزكاة؟ نقول لك الرأي الراجح هو الرأي الثالث يا شباب. الرأي الراجح هو الرأي الثالث الذي قال الزكاة تكون حسب نية صاحب السهم. نقول لك أنت دخلت شريكا ومساهما في هذه الشركة، ما نيتك؟ هل لما طرحت الشركة أسهما قمت بشراء أكبر عدد ممكن من الأسهم حتى تتاجر فيها، أم فقط لتكون شريكا في هذه الشركة وتبقى هذه الأسهم ملكا لك لكن فقط تستفيد من الغلة أو تستفيد من الإنتاج؟ إن قلت والله أنا اشتريت هذه الأسهم لأني أريد أن بعد فترة أبيع هذه الأسهم وأشتري غيرها وأبيع وأشتري وأبيع وأشتري، إذن هذا تجارة، إذن واجب عليك أن تزكي عروض التجارة. بعد سنة تحسب كم قيمة هذه الأسهم؟ مليون ونصف. وكم الربح الذي ترتب عليها؟ نصف مليون. إذن صار عندك 2 مليون، يبقى جملة الأسهم بأرباحها 2 مليون، هذه تخرج ربع العشر عليها كلها على 2 مليون. طيب واحد قال لا يا دكتور أنا اشتريت هذه الأسهم بنية التملك، يعني أظل شريكا في هذه الشركة لا أخرج منها، إنما أنا شريك، فهذا يعتبر رأس مال موجود، أنا لا أريد أن أخرج ولا أريد أن أبيع، إنما فقط أنا شريك، كلما كان هناك ربح لهذه الشركة أستفيد من هذا الربح. إذن نقول لك خلاص، إذن هذا يبقى أصل أنت لا تتاجر فيه، فصار أصلا لا تخرج عليه زكاة، لكن كل عام تحسب الربح الذي ترتب عليه، كم ترتب؟ ترتب نصف مليون، إذا تخرج الزكاة على نصف مليون فقط، والمليون ونصف قيمة الأسهم لا تخرج عليها، لأنك إنما دخلت في هذه المعاملة لتكون شريكا، فحولت مالك إلى أصول لتستفيد من البيع أو من الغلة أو من الربح، فالزكاة وجبت عليك هنا في الربح فقط، فأيما كانت قيمة الربح تخرج عليها ربع العشر. هذا خلاصة القول في المسألة، وهذا هو الرأي الراجح واختارته معظم المجامع الفقهية. هذا بما يتعلق بالأسهم. أما ما يتعلق بالسندات فكيف تكون الزكاة في هذه السندات؟ الزكاة في السندات أنا عندي لما شاركت أو لما اشتريت سندا دفعت أعطيت صاحب الشركة 100,000، طيب كم ما القدر الذي يعطيه لي؟ يعطيني 120، يعطيني 120، فأنا دفعت 100 وأخذت 120 بعد سنة. نقول
هل الزكاة تخرج على المئة أم على المئة وعشرين؟ الزكاة هنا تكون في المال الحلال فقط، وباقي المال هو حرام، لأن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. إذن حقي أنا المئة التي دفعتها، والعشرين ليس من حق، فهل أخرج عليها زكاة العشرين؟ لا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. هذا المال غير طيب، إذن أنفقه في أي مكان، في أي مجال من المجالات، المجالات العامة، الأمور العامة، يعني في بعض المصالح، يعني المهم لا يدخل بيتي ولا تجب علي فيه زكاة، لأن الله عز وجل لا يقبله، إنما يقبل من المال المال الطيب. طيب، إذن الزكاة إن وجبت إنما تجب في المئة فقط، وما زاد عن المئة لا تجب فيه، يعني تجب الزكاة في قيمة السند الحقيقية التي دفعتها أنا، أيا كانت، دفعت مئة، دفعت مئة وعشرين، دفعت مئتين، دفعت ألفا، دفعت أكثر، الزكاة تجب في قيمة المال المدفوع فعلا، وما ترتب عليه من ثمرة هذا لا تجب فيه زكاة، ويجب على المسلم أن يخرجه بعيدا عنه في أي مجال من المجالات العامة. جميل، لكن صار هذا المال الذي هو الذي أعطيته لهذا الشخص أو لهذه الشركة هو بمثابة، يعني ليست شراكة، أنا غير مشارك، أنا لست بمشارك، إنما فقط أعطيت مقصد بك هذا المال، عبارة عن قلت له خذ هذا المال سند، وقال سأعطيه لك بعد سنة 120، فهذا المال يعتبر دين، دين، هذا دين لصاحب السند على صاحب الشركة، فإذا ما أردت أن أخرج الزكاة عليه هل تجب في هذا الدين زكاة؟ هنا نحتاج إلى أن نفهم كيف تزكى الديون، زكاة الديون، زكاة الدين، زكاة الدين، إذن مسألة أخرى لكن تخدم هي نفس مسألتنا هذه، يعني أنا أعطيت شركة، أعطيت شركة سهما سندا، أو أعطيت شركة 100,000 وأعطتني سندا، هذا السند، هذا السند هل يجب علي أن أخرج عليه زكاة؟ كما قلنا في السهم، السهم أعطيته للشركة وقلنا الأمر واجب علي أن أخرج حسب النية، فإن كنت كانت النية للتجار في هذا السهم أخرج على أصله وما ترتب عليه، طب وإن كانت النية أستفيد من الربح مع بقاء السهم نخرج على الربح ربع العشر، هذا بما يتعلق بالسهم. طيب السند كذلك، هل السند كذلك هل يجب علي أن أخرج زكاة في هذا السند الذي هو يعتبر بمثابة دين لي على هذه الشركة؟ هذا الأمر هنا يحتاج أن نتحدث بالتفصيل في زكاة الديون، زكاة الدين، هل يجب على الدائن أن يخرج زكاة؟ وهذه نقطة مهمة، هذه نقطة مهمة جدا، هذه نقطة مهمة جدا،
ويحتاجها الكثير منا. يحتاجه فماذا؟ يعني مثلا أنت يحتاج أخوك منك أو صديقك مبلغا من المال فتعطيه، هذا قرض، أعطيته قرضا حسنا، خذ هذا المال. فلما أعطيته قرضا حسنا قلت له خذ هذا المال وفي أي وقت تريد أن ترد هذا المال فافعل. يعني مثلا يظل معك سنة، سنتين، ثلاثة، أربع سنين، خمس سنين، لا بأس، أنا يعني لا حاجة لي بهذا المال والمال عندي كثير، فأعطيته 10,000 جنيه، 20,000، 100,000، وقلت له في أي وقت تريد أن ترده أو يوجد معك أحضره. لكن الزكاة تجب علي في كل عام حوالين الحول، كل سنة أحسب زكاة أموال. فهل يجب علي أنا كدائن دائن أن أخرج على المال الذي عند صديقي الذي هو دين لي عند صديقي؟ هل أخرج أنا الدائن، هل أخرج على الدين أم لا أخرج؟ فطبعا للفقهاء في هذه المسألة تفصيلات. قالوا نحن نفرق بين أمرين، نفرق بين أمرين. الأمر الأول أن يكون الدين مرجو الأداء. الأمر الثاني أن يكون الدين غير مرجو الأداء. يبقى نفرق بين أمرين، دين مرجو الأداء ودين غير مرجو الأداء. دين مرجو الأداء هو دين على مليء، ودين غير مرجو الأداء هو دين على معسر. هذا عندي دين على مليء ودين على معسر. ما معنى دين على مليء أو دين مرجو الأداء؟ يعني مثلا قلت لك أنا مثلا أستاذ في الجامعة، وقلت لأحد الطلاب، وهذا لا يحدث لكن على سبيل المثال، قلت لأحد الطلاب يا فلان أعطني 100,000 أو أنا في حاجة إلى 100,000، لو كان عندك 100,000 أعطيها لي وهي دين علي، وهي دين علي، وأنا عندي أموال كثيرة جدا وتجارات وسيارات وغير ذلك، فإذا طلبتها في أي وقت تجدها، في أي وقت تحتاجها أخبرني فقط قبلها بأسبوع وأنا أعطيها لك، وأنت تعلمني جيدا وتعلم أني غني وعندي أموال وكذا وكذا، فقط احتجت هذه الأموال منك دين قرض، قرض حسن. فهنا الدين على مليء، إذا طلبته تجده، أنا مليء، مليء يعني غني أو عنده من الإمكانيات، ما إذا طلبت في أي وقت أتصرف فورا وأعطيك، هذا يسمى دين مرجو الأداء أو دين على مليء. يعني أنت متيقن 100% لما أعطيتني المال في أي وقت تستطيع أن تأخذه، هذا مرجو الأداء، يعني أنت متأكد أنه سيؤدى لك، بخلاف الدين غير المرجو الأداء أو الدين على معسر. يعني إيه؟ أنا أعطيت إنساناً 100,000 قرضاً، وهذا الإنسان حدثت له مشاكل، مشاكل كبرى، واحترق بيته واحترق مصنعه وتأثرت حالته وصار لا يملك شيئاً من الأموال، فأنا أقول له يا فلان أريد مالي، أريد مالي، الدين الذي أعطيته لك أعطيني. يقول والله لا أجد يا دكتور. يا أخي طب أعطيني وقتا تعطيني المال ترد المال فيه. يقول والله لا أستطيع. خلاص يا دكتور بعد سنة. بعد سنة ذهبت لك أين المال؟ أريد القرض الذي أعطيته لك. يقول والله ما زالت الأمور صعبة يا دكتور، أنا لا أجد. انتظر حتى يأتي صديقي من الخارج. متى يأتي صديق؟ يأتي بعد سنة. أنتظر سنة، أين المال؟ يقول المال غير موجود.
صديقي لم يأتي وعندي مشاكل كثيرة وعندي هموم كثيرة وعندي كذا وكذا، هذا يسمى دين غير مرجو الأداء. يبقى إذن عندنا نوعان، دين مرجو الأداء وهو الدين على مليء، يعني أنا على يقين أنني إذا أردت هذا الأموال أخذها. لو قلت للمدين يا فلان أنا أحتاج 100,000 التي أعطيتها لك، يقول تفضل. ودين غير مرجو الأداء هو دين مماطل، أذهب وأقول له لقد مر العام أعطني الأموال، قل لا ليس موجود، العام القادم، العام القادم، العام الذي يليه، العام الذي يليه، العام الذي يليه، وهكذا حتى أنا فقدت الأمل، قلت أنا لا أجد هذا المال، هو مالي نعم، فهل في هذه الديون تجب الزكاة أم لا؟ طبعا بالنسبة للحالة الأولى الدين المرجو الأداء، الدين المرجو الأداء الذي تيقن الدائن أنه سيأخذه في أي وقت، والمدين حالته جيدة وعنده أموال كثيرة، فلو طلبت منه المال في أي وقت لأعطاني، فهل أنا كدائن والمال ليس في يدي إنما هو عند المدين، فهل إذا أردت أن أخرج زكاة مالي أزكي هذا الدين الذي هو عند المدين أم لا أزكيه، أم لا تجب فيه الزكاة؟ ها يا مقصد؟ نعم أستاذ، في زكاة، في زكاة أي أم شرط الزكاة أن يملك الإنسان المال ملكا تاما، وهذا المال ليس في يدي إنما هو في يدي غيري لكنه مالي، فقط أنه ليس في يدي إنما هو في يدي غيري، هو يستطيع أن يطلبه، هو يستطيع أن يطلبه، أحسنت، هو يستطيع أن يطلبه. ولذلك في هذه المسألة ذهب فريق من العلماء أن الدين الذي هو مرجو الأداء لا تجب فيه زكاة. لماذا؟ قالوا لأن الزكاة شرطها الأساسي، شرط الزكاة الملك الكامل. طيب والملك الكامل هو أن يملك الإنسان المال في يده أو في جيبه، هذا ملك كامل. أما هذا المال الذي عند غيره أو عند غيره، نعم هو ماله لكنه لا يستفيد منه وليس في يده، فهذا الملك هنا، الملك هنا ملك ناقص، وطالما أن الملك ناقص فلا تجب فيه زكاة. هذا رأي وهو رأي مرجوح. أما الرأي الراجح وهو رأي جمهور الفقهاء قالوا أن كما قال مقصد هو يستطيع أن يطلبه هذا الدين المرجو الأداء، هذا لو قال لصاحبي هات المال لا أعطاه، فهذا كأنه يملكه ملكا كاملا في أي وقت يحصل عليه، فهذا يجب عليه أن يزكيه، يجب عليه أن يخرج الزكاة، إيه؟ أن يخرج الزكاة فيه. طيب كم يخرج؟ كم يخرج؟ يعني هل يزكي المال كل عام؟ أم يزكي المال بعد القبض؟ يعني مثلا أنا أعطيت مقصد 100,000 دولار أو 1,000 دولار، أعطيته 1,000 دولار وقلت له خذ هذا المال وفي أي وقت، فظل معه سنة ثم سنة ثم سنة ثم سنة وأنا لا أريده، هو معه ليست مشكلة عندي، كأني أحفظ هذا المال عنده وهو رجل أمين ويستثمر في هذا المال وهو قرض ودين عليه وأنا، فإذا هل هذا 1,000 دولار مع الأموال التي عندي عندما أريد أن أحسب زكاة مالي أجمع الأموال التي عندي وبالإضافة إلى هذا الدين الذي عنده أضيفه عليها وأخرج ربع العشر، أم أنتظر حتى أقبض
حتى أقبض المال وأخرج على ما مضى، أم أنتظر حتى أقبض المال وأزكي سنة واحدة فقط سابقة؟ هنا هذه الأقوال الثلاثة للفقهاء في المسألة. فمن الفقهاء من قال أن الزكاة تجب في كل عام مع المال الحاضر، يبقى الزكاة يزكي صاحب الدين، يزكي صاحب الدين الذي هو الدائن دينه الذي هو على مليء أو المرجو الأداء، يزكيه كل سنة مع ماله الحاضر. يعني كم معي من الأموال؟ معي 100,000، وكم في الخارج؟ ديون 20، يبقى يزكي كل سنة 120 السنة التي تليها، والدين موجودا في الخارج. كم معي من الأموال؟ 120، والدين 20، يبقى أزكي 140، وهكذا. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني قالوا أن الزكاة لا تجب إلا بعد قبض الدين، الزكاة لا تجب إلا بعد قبض الدين، لا تجب الزكاة إلا يعني طالما الدين عند مقصد سنة سنتين ثلاثة أربعة لا تجب فيه زكاة، إلا إذا قبضته تملكته بالفعل هنا تجب الزكاة. طيب هنا يجب أن أخرج الزكاة، أخرجها عن كل سنة مضت، يعني هو المال ظل مع المدين سنتين، أخرج عن سنتين، ظل معه ثلاث سنوات أخرج عن ثلاث، أربع سنوات أخرج عن أربع، لكن كل هذا بعد القبض، يعني طالما هو عند المدين لا تجب فيه الزكاة. فإذا قبضت الدين أخرج الزكاة عن هذا الدين لما مضى من السنوات السابقة. هذا القول الثالث. القول الثالث لا تجب الزكاة إلا بعد القبض، لا تجب الزكاة إلا بعد القبض لإيه؟ لسنة واحدة فقط. يعني المال صلى عند المدين سنة اثنين ثلاثة أربعة، قالوا لا تجب في هذه، لا تجب في المال زكاة طالما هو عند المدين. فإذا ما قبض الدائن دينه قبضه بالفعل هنا وجبت، ويخرج عن سنة واحدة فقط، حتى ولو كان عند المدين، لو استمر المال عند المدين أكثر من ذلك، إنما يخرج عن سنة واحدة فقط. جميل، هذه آراء موجودة. فهل نخرج نأخذ بالرأي الأول أن الزكاة تجب عن كل عام، أم تجب بعد القبض عن كل عام، أم تجب بعد القبض عن عام واحد؟ لعل الرأي الراجح هنا هو أن الزكاة تجب في الدين عن كل عام في وقته، يعني المال عند المدين مر عليه سنة أزكيه،